أكثر دولة اعتمدت على الخدمات للنخب اليهودية في أكثر المجال هي الدولة العلوية. أنا مولاي إسماعيل غادي يتخذ من البيوتات اليهودية المشهورة الأعواد ديالو، استقرار ديال السلطة المركزية كانت دائما محتاجة للخبرات ديال النخب اليهودية. مايمكنناش نهضروا على الجماعة اليهودية في المغرب بدون ما نهضروا على الزمن ديال مولاي إسماعيل اللي اتخذ منها عاصمة. ومن الطرائف اللي كتذكر في هذا الأمر هذا هو أن اعتلاء العرش والسلطة كان بفضل الخدمات ديال أحد اليهود اللي سميتو عائلة معمران، اللي قدر يجيب له الخبر الرسمي ديال وفاة مولاي رشيد قبل ما يوصل البريد الرسمي، الشيء اللي عطاه أسبقية في الزمن. دعمه ماليا طبيعة الحال، له يعود الفضل على حسب المصادر التاريخية اللي طلعت عليها، وسهلوا المأمورية والشيء اللي ساعدوا أنه يأخذ البيعة من مدينة فاس، لأن هذا ليبوك وخا هو كانت عنده نوايا يأخذ من مدينة مكناس يتخذ من عاصمة، ولكن كيتقال في تاريخ المغرب الوسيط الملك بدون مدينة فاس عرضة للزوال، ضروري من البيعة ديال القراويين وعلماء القراويين من النخبة ديال فاس. مولاي إسماعيل كان واعي بهذه الأمور هذه. احنا في الملاح ديال مدينة مكناس، الملاح القديم، التاريخ ديال التأسيس ديالو كيرجع ل 1682، انتهت الأشغال ديال البناء ديالو. أفراد الجماعة اليهودية القدام كيتسموا اليهود البلديين أو الطشابيم، وكاين الهجرة الكبيرة اللي وقعت من بعد حرب استرداد في إسبانيا بعد 1492، جات جالية كبيرة استقرت واستوطنت هنا مع اليهود القدام، سميتهم الماغوراشيم، اليهود مطرودون. الصيغة ديال التعايش وديال التعالف بعضياتهم كانت شوية اختلافات طيبة في العادات، حتى في تنظيم أمورهم الدينية، لأن كانوا الماغوراشيم تابعين للفتاوي ديال قشتالة، على عكس اليهود المغرب كانوا تابعين للعقيدة المساوية، بقدروا نقولوا الأرثوذكسية شوية. ما اختاروش مولاي إسماعيل، هو كان في العائلة العلوية وحتى بعد السعديين في عهد المارينيين، نقدروا نقولوا بدا في عهد المارين بشكل واضح أكثر. أنا مولاي إسماعيل غادي يتخذ من البيوتات اليهودية المشهورة الأعوان ديالو، آل توليدانو كانوا متخصصين مثلا في المعاملات مع هولندا، آل معمران كانوا متخصصين في المعاملات مع فرنسا، ابن عطار كانوا متخصصين في المعاملات مع الإنجليز وجبل طارق. ويقال في هذا الصدد من خلال التقارير ديال المبعوثين الدبلوماسيين، طلعت على أحد المصادر اللي جاء فيه بأنه السفير أو القنصل ديال هولندا بعت واحد تقرير الحكومة دياله كيقول فيه ما يفيد
الحضور النفوذ اللي كانت عندهم. إن حضوات آل معمرة لدى مولاي إسماعيل لا تعادلها إلا حضوات كلوبير لدى العظيم فرنسا لويس كاتوغز. وبالتالي العلاقات ديالو مع النخب اليهودية كانت كثيرة، دبلوماسيين، قناصيل، في بعثات خاصة، سفراء، مستشارين ديال الظل إلى غير ذلك، كانوا بعض المرات يعني حتى في الحياة الخاصة قراب منه جدا، والعلاقات ديالو كانت جيدة معهم، وعاشوا فترة ديال الزهاء والرخاء نقدر نقول في المرحلة الأولى ديال مولاي إسماعيل قبل 1700. النخب ديال بعض العائلات واللي الأصل ديالهم الأغلبية ديالهم من اليهود السفارديين أو الماغوراشيم أو المطرودين من الأندلس، لأن جابوا معهم واحد التورات، واحد الخبرات، واحد المعارف، واحد لوسافاغ فاغ، واحد لوسافاغ إتخ اللي قدروا أنهم يسوقوه بشكل ذكي في العلاقات ديالهم مع السلطة المركزية، لأنه كانت منافع متبادلة، وقدروا يحصلوا ويراكموا ثروات ويراكموا وضع اعتباري معين داخل الجماعة اليهودية، الشكل اللي كان كيوصل بعض المرات يثير الغيره حتى ديال بعض النخب المسلمه. بعض السلاطين اللي العدد ديالهم ماشي قليل اعتمدوا على النخب اليهوديه سيغتو في العلاقات الخارجيه، في التجاره، مهام دبلوماسيه، مستشارين، مكلفين بمهمات خاصه لعده اسباب. من بين اهم الاسباب هو انه الاعتماد على اليهود ما كانش كيشكل حتى شي خطر، خاصة في المسائل الاقتصادية، لأنه ما عندهش امتداد ديال شي عصبية قبلية اللي ممكن يهدد السلطان، على عكس نخب مسلمة كاين أو استقرار ديال الدولة. حتى العملية ديال المصادرة ديال الثروة ديالهم كتكون سهلة في لحظات معينة ديال الأزمة الاقتصادية، ولا السلطة محتاج الفلوس، ولا مشكل ما، المهم المصادرة ديال الثروة ديالهم كتكون أسهل، غير مكلفة سياسيا. وكاين مسألة أخرى كتفسر علاش كانوا كيعتمدوا عليهم بزاف، لأن كانوا كيتقنوا اللغات الأجنبية، كانت عندهم خبرات، كانت عندهم علاقات مع إخوانهم في الدين، وبعض المرات علاقات مع أفراد من العائلات ديالهم مستقرين في أمستردام، في مانشستر، في لندن، في البندقية، في مارسيليا إلى غير ذلك. العلاقة ديال الدولة المغربية بمرجعيتها تيوقراطية كانت كتعيش حالة اللاحر ولا سيل مع الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، وحتى مع الجهة الشرقية تحرشات من الإمبراطورية العثمانية من حل آخر، ولكن هذه الوضعية هذه اللي نفسروا بها في العلاقة مع الضفة الشمالية المتوسط، حالة اللاحر ولا سيل بالنسبة للمغرب دائما كان كينشوف الضفة الشمالية هي دار حرب. باش الدولة تبرر حاجتها للسلع والخدمات والمعاملات التجارية مع المسيحيين، وفي نفس الوقت ما طاحش في الشبهة ديال التعامل مع الكافر بين قوسين، إذن شكون اللي غادي يتصدر هذه المهمة ويرفع الشبهة على الدولة وعلى الوضع ديالها؟ هو أن تكلف يهود بهذه المهمة، يهود غيتعاملوا مع المسيحيين، بالتالي الدولة بين قوسين مرجعية دينية اليهودي والآخر. استقرار ديال السلطة المركزية وقدرتها على تدبير بعض الأزمات المالية أو بعض الأزمات السياسية إلى غير ذلك كانت دائما محتاجة للخبرات ديال النخب اليهودية. اليهود
اليهود الاندلسيين اليهود المطرودون كثر من خبرات كثيره في المجال الاقتصادي في المجال الدبلوماسي في المجال السياسي في انجاز مهمات خاصه في العلاقه مع الخصوم ديالو خارج اوروبا المستشارين على قدر كبير من الحنكه السياسيه لدرجه ان بعض العائلات توارثوا ما يفيد منصب المستشار. أعتقد أن الدور اللي قاموا به في استقرار الحكم أو في استقرار السلطة بشكل أو بآخر ما يمكنناش ننفيو الدور ديال النخب اليهودية في هذا المجال، وإلا لماذا الاعتماد عليهم بهذا العدد وطيلة هذه المدة؟ أكثر دولة اعتمدت على الخدمات للنخب اليهودية في أكثر من مجال كما سبق وأشرنا هي الدولة العلوية والدولة السعدية والدولة الأمريكية. الدولة العلوية بحكم المدة وحكم الخبرات اللي تراكمت اعتمدوا عليهم بشكل كبير وبقوا كيعتمدوا عليهم حتى بشكل كبير حتى لعهد السلطان مولاي الحسن اللي كانوا عنده بعض الأعوان اليهود ضروريين في البلاط ديالهم ما كانش ممكن يستغنى عليهم خاصة ملي بدا كيدق الخناق على المغرب والاختيارات بدات كتقلال والضغوط الأوروبية بدات كتكثر والتحول ديال طرق التجارة للمحيط الأطلسي والمحيط المتوسط بدات نتائجها كتبان وبالتالي اشتداد الحاجة للخدمات ديالهم إلى حدود أواسط القرن التاسع عشر كانت مازالة